الحالية تسمى قبل الحلة السيفية أو المزيدية، لأنه كان يلقب بسيف الدولة. صدقة ابن منصور ابن دبيس لم يكن حاكما عاديا، بل كانت حاكم تتجمع فيه كثير من المواصفات التي ذكرها المؤرخون المخالفون لهم، لأنه هذه الدولة أيضا كان هو من المتشيعين، وكان معظم رعاياه من الشيعة في الحلة وغيرها، ولكن إمارتهم امتدت إلى مسافات كبيرة، يعني وصلت إلى تكريت، ومن تكريت وشملت البصرة، حتى أنه كان اسمه يذكر في صلاة الجمعة في تلك المساجد. فما هي صفات هذا الرجل، وما هي أعماله، وكيف انتهى به الأمر؟ طبعا حكم في زمن السلطانين أو الحاكمين السلجوقين ملك شاه وابنه محمد، من سنة 479 إلى 501. خلال تلك الفترة كان يوصف بالأمانة، وكان أيضا يحب رعاياه ويؤمنون أو يثقون به، لذلك مما ورد في التاريخ إنهم كانوا يستودعون أموالهم عنده. في ذلك الوقت لم يكن هنالك بنك ليضعوا الأموال فيه، فكانوا يضعون أموالهم عنده. وكذلك في مرة من المرات جاء ملك شاه لزيارة الكوفة، فعبر قنطرة اسمها قنطرة الهيس أو شيء من القبيل، الظاهر أتى عن طريق الحلة، فيقول عجبت لأنه لم أرى أحدا يشتكي على هذا الوالي. عادة يقول ملك شاه من تجاربه أنه كلما دخلت مدينة أتى الناس يشتكون إلي الوالي، إلا هذه المدينة لم يشتكي أحد من مواطنيها. يقول فعرفت أن عدلهم أسكتهم، أن عدله أسكتهم، يعني عدل هذا الحاكم الذي يحكمهم أو الوالي. عند ذلك أيضا كان وفيا للعهد، فمثلا عاهد زوجته على أن لا يتزوج عليها، وهو في هذا المنصب الوالي عرض عليه ملك شاه مرة جارية من سمرقند وكانت جميلة جدا، ولكنه رفض الزواج أو التسري بها لأنه وعد زوجته، فكان يفي بالوعد. أيضا كان له بيت في بغداد أمن للخائفين، يعني من يدخل ذلك البيت كان اتفاق مع السلاجقة أنه يكون هذا آمنا، وفي يعني كما يقول يستجير بصدقة بسيف الدولة صدقة. سيف الدولة صدقة أيضا كان لا يسمع الغناء، وكان مصليا يعني حتى لا يسمع الغناء. كذلك كان راويا للنوادر من الحديث، وكان شاعرا، يعني أيضا عنده الشعر والأدب، وكان يحتفظ بعدد كبير من الكتب. كذلك أيضا من أعماله الأخرى أنه كان إذا لجأ إليها أحد فلا يسلمه أبدا، وكان هذا هو مشكلته الأخيرة التي حصلت فيها نهاية حكمه. مثلا من صفاته الأخرى التي سنأتي إليها بعد ذلك في نهاية هذه الحلقة، من صفاته الأخرى أنه كان في مرة من المرات حدثت بين السلاجقة والدولة العقيلية التي كان يقودها مسلم ابن قريش العقيلي، والذي يصفونه في التاريخ وكان يترفض مثل أبي، يعني كان رافضين أي شيعيا. يقول فأخذوا أسرى، أخذ السلاجقة أسرى، فذهب صدقة ودفع الأموال وأخرج الأطفال والنساء ومن يستطيع إخراجهم وأرجعهم سالمين إلى بلادهم، يعني إلى الموصل وحلب وتلك المناطق التي كانت تحكمها الدولة العقيلية آنذاك. المشكلة بدت عندما كان هنالك أحد الولاة ويسمى صرخاب الديلمي، كان هذا أيضا من ما يسموه من الروافض أو من الشيعة. هذا كان يحكم ساوة، مدينة ساوة في إيران كان يحكمها. حدث بينه وبين محمد بن ملك شاه، بعد ملك شاه جاء ابنه محمد، حدث خلاف بينهما، فتوعده بالقتل. فأتى شرخاب والتجأ إلى الحلة، التجأ عند صدقة ابن منصور. طلب الملك محمد
ملك شاه ابن ملك شاه ان يسلمه صرخاب الديلمي فرفض. عند ذلك طالب منه ان يقدم الى بغداد فرفض. في ذلك الوقت كانت هناك محاولات من احد الوزراء يسمى البلخي والاخر سعد ارغون السعدي. هؤلاء بداوا يتهمونه بانه باطني، ويقول ابن الاثير هذه التهمه ليست صحيحه، لقد كان شيعيا ولم يكن باطنيا. والباطنيه هي تهمه عاده اقرب الى الزندقه، اتهام بالزندقه او بامور خارجه تخرج الانسان عن الاسلام. ومع ذلك، مع ان ارغون السعدي كانت زوجته في الحله وتحت ولايته، فانه لم يؤذيها بشيء واعطاها مخصصاتها الماليه التي كان يعطيها لكل الناس، وودعها الى زوجها من دون ان تتعرض الى احد. ايضا من صفاته المعروفه انه كان لا يتعرض لشخص بحقد قديم، يعني خلينا نفرض حدثت له حادثه مع شخص او مشاده او شيء فارقه فيه، فلا يحقد عليه في المستقبل ولا يرتب عليه اثرا. هذا الرجل عندما رفض ذلك ودخلت وساطات كثيره تحاول ثنيه عن قراره بعدم الذهاب الى بغداد. لقد ادرك صدقه بن منصور ان ذهابه الى بغداد معناه اعتقاله وقتله، وسياتي دليلنا على ذلك. المهم استعد الى المعركه، كان لابد ان تحدث تلك المعركه. كان في جيشه، قلنا كانت مملكته تمتد من النهر الى البحر، يعني هي شملت من تكريت يقال الى البصره، يعني البصره كانت مشموله بها. فتلك المملكه المتراميه جمع جيشا كبيرا، ولكن اين المشكله؟ ان في جيشه كانت عشيرتان، عشيره خفاجه وعشيره العبادي. هاتان القبيلتان كانتا قبل عام قد تورطتا في حرب عشائريه بينهما، مما ادى الى ان يخسروا كثيرا من خيلهم وفرسهم. فلما جاءهم صدقه بن منصور يسالهم عن بعض الخيل والفرس بخلوا بها لانهم كانوا في حاجه اليها، يعني سبب نكبتهم في العام الماضي والتي ضاعت فيها كثير من الدماء والارواح لنزاع عشائري بسيط كان سببا في انهم عندما دخلوا المعركه خسروا تلك المعركه على الرغم من استبساله. فقتل هنالك قرب الكوت على نهر دجله، ودفن رحمه الله عليه في المشهد الحسيني في كربلاء المقدسه. عندما جاء بعده ابنه دبيس ايضا غدر به مسعود شاه. مسعود شاه دعا ابنه، هذه نذكر الحادثه لكي نقرر شيئا، انه البعض نصحوه بان يذهب الى بغداد، يعني صدقه. اما ابنه واخرون فقالوا له اذا ذهبت سوف تقتل وقائد جيشه. وكان رايهم صحيحا، لان ابنه دبيس بعد ذلك في زمن مسعود شاه قد استدعاه الى بغداد، وكان مسعود شاه يريد ان يقتل شخصا ما من العائله السلجوقيه. فقتل ذلك الشخص، واتهم دبيس والذي كان يجلس قرب تلك الخيمة ظلما وقتل كما يذكر التاريخ. وهكذا انتهت حياة رجل آخر من رجال الشيعة اتصف بكثير من الصفات الحميدة والجيدة، وكانت نهايته كما يقول بعضهم، يقول عندما جاءه صرخاب الديلمي قال سيكون سبب مقتلي، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يسلمه واعتبر إجارته له أمرا مقضيا فيه، ولن يتوانى ولم يقدمه إلى الملك محمد شاه. هكذا كنا في هذه الحلقة وتمتعنا وأخذنا العبر من هذا القائد الجليل والحاكم الجليل الذي عرف بعفته وبعدالته واستقامته في تلك الفترة الزمنية التي كان يعز فيها مثل هؤلاء الحكام الصالحين. فرحمة الله عليه يوم استشهد في تلك المعركة ودفن في كربلاء المقدسة.
فإلى حلقة أخرى من حدائق العبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.